يعني فكرت كتير قوي ولقيت ان انا بجد 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 ممتنة جدا جدا للي بيحصل في بلدنا. من حوالي 12 سنة او 13 سنة انا عملت مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، لان كان ذوي الهمم ما كانش حد، يمكن 15 سنة كمان ما حدش كان مهتم بيهم، وكانوا بيلاقوا صعوبة شديدة انهم يتعلموا او يعملوا عمليات او يتأهلوا او يدخلوا حتى مدارس الدمج. ما كانش ليهم اي مكان في المجتمع، وما كانوش عندهم ثقة في نفسهم خالص، ولا تلاقي ناس عندهم مواهب رهيبة لما كانوا يدخلوا المدرسة دي. واقول ازاي ودخلنا بيهم بطولات رياضية وكسبوا في الأولمبيات، ومنهم أبطال دلوقتي الحمد لله. المدرسة دي استمرت وقت طويل قوي لغاية ما البرنامج توقف، وبعدين ناس كتير قالت لي ما رجعتهاش. ليه ما رجعتهاش؟ لأن احنا مش محتاجينها، لأن الدولة عاملة اللي عليها وزيادة. بغض النظر عن موضوع ذوي الهمم اللي مهم جدا جدا، ويدل على ان بلدنا بقت في حتة تانية في موضوع التحضر، احنا بقينا فعلا متحضرين وقادرون على يعني ان احنا نؤمن فعلا ان مفيش اختلاف، وان الروح والقدرات دي موجودة فينا كلنا زي بعض. يمكن الشكل او المظهر هو اللي بيختلف الى حد ما الى حد ما، وهم اجمل مننا بكتير اقسم بالله. انا فعلا 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 بقدم خالص الشكر لرئيس الجمهورية، وممتنة لحضرتك جدا، وبشكرك بالنيابة عن أمهات كتير جدا 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 كانت مشكلتهم الوحيدة أولادهم وثقتهم بنفسهم، وأنهم يحسوا أنهم موجودين وأنهم مش مختلفين. ربنا يخليك لمصر، وعايزاكم تركزوا في التقرير اللي جاي ده للنظرات، للون الوش، للبادي جيستشرز اللي هي يعني حركة الجسم اللي بتتعامل بمنتهى الصدق. احنا جالنا ناس كتير قوي قبل كده كانوا يعني قائمين على الدولة، لكن عمره ما حصل ده، عمر ما كمية الحب مش 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 حاجة حتى بتتعمل كواجب او ان واجب البلد او لا لا لا، حب والإيمان بأن دول أحسن ناس حتى عند ربنا. تعالوا نشوف مع بعض. أنا النهاردة ملكت الدنيا كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا معاك يا ريس. شكرا يا ريس. إنني أشعر بالفخر والامتنان لمشاركتي معكم اليوم. كويس؟ أنا بكويس طول ما أنت كويس. أنا فخور بيكم جدا. أنا سعيد. كلامك جميل قوي يا رؤي. صحيح. شكرا ست رئيس. ده انا اللي بشكر يا حبيبتي. نفسي احضن الرئيس والمرتضى. اسمح لك يا سلام. يوم القيامة انت هتعهديني قدام الدنيا كلها، تقولي له هاتوا معانا. هتقولي له ايه؟ يا رب هاتوا معانا. ممكن؟ هتقولي له ايه؟ يا رب هاتوا معانا. ممكن؟